بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة الثانية من تطبيقات الفيجوال بيسك على برنامج باوربوينت VBA for باوربوينت. هندخل مع بعض بعد ما خدنا المحاضرة اللي فاتت بعض الأوامر السريعة. هنبدأ دلوقتي ناخد شوية أوامر وتطبيقات تساعدنا في فهم الموضوع إن شاء الله. هنبدأ ناخد بعض التطبيقات على الاستراكشر اللي هي مادة الانشاءات، ونشوف ازاي هنقدر نرسم رسومات من غير ما نتدخل ونرسم بايدينا عن طريق الاوامر هيبدأ يرسمها. تخيلوا ان احنا عايزين نبدأ نرسم مسائل عاملة فريم عامل كده، ادي لود وادي الفريم وادي السبورتس، وممكن يكون بالشكل ده حسب ما انا عايز. انا وظيفتي ان انا هقول له بس انا عايز ارسم كذا وهو هيرسمها لي لوحده. اول حاجه لازم ناخد بالنا منها ان احنا في عندنا هنا سبورتس موجوده بتظهر، فممكن احنا في الاول نهتم ان احنا نرسم السبورتس ونعملها في سب روتين لوحدها. السبورتس عندنا لو شفنا هنلاقيه اللي هي الركائز عباره عن ثلاث انواع: رولر، هنجد، فيكست. لو جينا بصينا على الرولر سبورت وافترضنا ان دي الابعاد التقريبيه اللي احنا هنشتغل عليها، تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل الكلام ده في الباور بوينت. هنيجي من قائمة ستارت، هنفتح الباور بوينت، الت اف 11 قبل الاديتور بتاع الفي بي اي، كليك يمين انسيرت موديول. انا دلوقتي عندي شريحة واحدة موجودة هي، ممكن نخلي اللي اوت بتاعها بلانك بايدينا، وممكن نخليه عن طريق الكود زي ما شفنا المرة اللي فاتت. هنرجع تاني للكود بتاعنا، هنيجي هنا نقول له صب مين. احنا دلوقتي عايزين نرسم مع بعض رولر سبورت. طبعا بسهولة جدا زي ما شفنا هنا ان احنا هنرسم ثلاث خطوط واصلين من النقطة 80 و130 الى 100 و100 الى 120 و130. هنيجي هنا في الكود بتاعنا ونبدأ نكتب الكود بتاعنا. هنيجي نقول له dim object shape as shape. طيب هنيجي هنا عايزين نبدا نشتغل، هنقول له set. طبعا زي ما شفنا المره اللي فاتت ان احنا لازم الاول نحط له الاكتف بريزنتيشن بتاعتنا ونوصف السلايد. يعني ممكن نيجي هنا قبليها ونقول له dim object slide as slide. طبعا دم ناقصه اي. هنيجي نقول له set object slide بيساوي ال active presentation dot slides رقم واحد. دلوقتي احنا وصفنا اوبجكت سلايد وقلنا ان هي السلايد رقم واحد. هنيجي نوصف شيب اللي هو الاوبجكت شيب ونبدا نرسم جوه الاوبجكت سلايد. هنيجي هنا نقول له سيت الاوبجكت شيب بيساوي الاوبجكت سلايد دوت شيبس دوت اد لاين. هنديله احداثيات البدايه واحداثيات النهايه. هنيجي نقول له 100 و100 الى 120 و130. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. تعال نشغل كده
نروح نشوف، ما رسمش حاجة. هنلاقيه رسم في البرزنتيشن بتاعتنا. طبعا كان لازم زي ما قلنا نحن نقف هنا كده عشان يجي لما نشغل يرسم لنا. رسم خط اهو، نمسحه. طبعا ممكن احنا نتغلب على الحتة بتاعت ان انا يعني انا لو واقف هنا ورحت شغلت البرنامج بتاعنا هلاقيه رسم لي في، يعني لو رجعنا الشريحة الاولى كده خالص هنلاقي في لاين مرسومة، ده اللي هو الامر بتاعنا. فطبعا ممكن نخرج بره المأزق ده، يعني هو الفكرة ان انا قايل له هنا ان الاوبجكت سلايد اللي هيبدأ يرسم فيها هي الشريحة الاولى في الاكتف برزنتيشن. ايه هي الاكتف برزنتيشن اللي انت واقف عليها؟ فلو انا واقف دلوقتي هنا فدي الاكتف برزنتيشن، فلما اجي انفذ الامر هينفذوا لي فيها. انا ممكن بدلها ممكن اعمل حاجة تانية، اكتف برزنتيشن، برزنتيشنز تو، البرزنتيشن التانية دوت سلايد 1. تعال نشغل كده، رسم الخط هنا. طب تعال نمسحه ونرجع تاني. انا واقف هنا ده الاكتف برزنتيشن ورحت نفذت الكود، رسم لي فين؟ في نفس دي، لان انا هنا دلوقتي مش شغال على الاكتف برزنتيشن. انا لغيت خالص الاكتف برزنتيشن وقلت له في البرزنتيشن نمبر 2، لان انا فتحت اتنين برزنتيشن، ادي البرزنتيشن الاولانيه اللي هي فيها العرض اللي احنا بنعرضه، والبرزنتيشن الثانيه اللي هي الملف اللي انا فاتحه جديد اللي انا برسم جواه. طيب زي ما شفنا الخط كان طالع شكله صغير شويه، ممكن ان انا اجي هنا في الاوبجكت سلايد، الاوبجكت شيب، واخلي اللاين دوت ويت بيساوي 3، بحيث يبقى كبير يبقى تقيل شوية. نفس اللي عملته هنا هروح جاي واخده كوبي بيست 3 مرات او كمان مرتين، وهبدأ اغير الاحداثيات بتاعت النقط. دي هتبقى 80، دي هتبقى 120 و130، ودي هتبقى 80 و130. انا كده بالخطوه دي هرسم مثلث. تعال نشوف كده، رسم لي مثلث. طيب انا رسمت المثلث، عايزين نرسم هنا خط كمان تحت كده من 60 و150 الى 140 و150. هنروح جايين برضو كوبي بيست، بس بدل ما كنا بنرسم هنرسم من 60 و150 الى 140 و150. نشغل كده، نروح نتفرج. رسم بشكل كويس، هنحذف كل حاجة ونبدأ نرسم من جديد. طيب انا دلوقتي عندي في خطوط تحت عايز ارسمها، اللي هي الخطوط دي، فانا ممكن اعمل فور بدل ما ارسم خط خط اقول دول 5 خطوط، لا ممكن فور ونكست، ان انا اجي اقول الخط ده هبتديه من النقطة 70، من النقطة 70، وهقعد اعمل خطوط لغاية قبلها بشوية لغاية 130. فهروح جاي هنا اقول له فور اي بتساوي 70 تو 70 تو 130، نيكست. طيب هيبدأ يعمل ايه هو؟ هيبدأ يدخل هنا وهجيب نفس الامرين اللي فوق، انا عايز ارسم خطوط وندخلهم جوه شوية عن طريق التاب، بس هرسم خطوط من عند الستين؟ لا، انا هرسم من الاكس اي، من الاكس اي و150 الى الاكس اي ناقص 10 الى 160. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عايز ارسم خط كده، فارسمه مثلا من الاكس ب70 والواي ب150، طبعا الواي ب150 دايما دي بدايه الخط، وخط النهايه ده افترض ان هو 160، يبقى الواي من 150 ل 160. طب الاكس من 70 ل 60، من 70 ل 60. طيب
طبعا هنا هنحط ستيب نقول 20 مثلا، ستيب بالبي احنا كاتبينها غلط، المفروض ستيب احنا كاتبينها سيت اب. تعال نشغل كده ونشوف. رسم بالخطوط اللي تحتيها. طب تعالى نشوف لو احنا قلنا الستيب دي 10 نتخيل هيعمل ايه؟ اكيد هيزود لي الخطوط، بدل ما كان بيرسم عند ال 70 وال 90 وال 110 وال 130 هيرسم لي اكتر. واضح الخطوط ايه؟ كترت حسب ما انا عايز. لا هنخليها 20 زي ما هي. طيب باقي لنا حاجتين بسيط جدا، اللي هم ان انا عايز ارسم الرولر اللي هم الدايرتين. الدايرتين دول عايزين نرسمهم، هنرسمهم ازاي؟ سهله جدا. هنيجي هنا هنقول له ان سيت الاوبجكت شيب بيساوي الاوبجكت سلايد دوت شيبس. هنا بقى مش هنقول له اد لاين، هنا هنقول له اد شيب. ايه الشيب اللي احنا عايزين نضيفه؟ عايزين نضيف دايره اللي هي هنا بيسميها اوفل. اهي. طيب عايزين دلوقتي احنا عايزين نرسم كام دايره؟ دايرتين، دايره هنا ودايره هنا. الفارق بينهم هو اني هعمل مثلا دي 80 ودي 120. هفترض ان انا هعمل عند ال 90 وهعمل عند ال 110. يبقى ما دام عايز اعمل دايرتين بدل ما اكتب امرين هروح جاي هنا قايل له 4 اي بتساوي من 90 تو 110 ستيب 20 عشان ما اكررش الشغل بتاعنا. هنحط بقى عند الاكس بكام؟ عند الاكس باي. ناخد بالنا انا بحط ايه؟ نرجع ورا ونشوف. انا اخترت التايب هديله الليفت. الليفت طيب والتوب والويث والايه والهايت. طيب لو جينا نشوف مع بعض، انا السنتر بتاعي زي ما قلنا عند 90، طب الليفت بتاعنا يبقى كام؟ لو افترضنا ان دي نص القطر بتاعنا 10 مثلا، يعني نيجي هنا فوق، طبعا هو بيعترض لاني لسه ما كملتش الامر. هنقول له سيركل radius بيساوي مثلا 10. فالمفروض ان الليفت بتاعنا ما هوش الاي، الاي دي هي المركز. يبقى الليفت بتاعنا عباره عن اي ناقص السيركل radius على 2. طيب التوب بتاعنا احنا قلنا ان ده كده 130 وده 150، يبقى اللي بينهم 140. يبقى الواي بتاعتنا تبقى 140، بس مش 140 بس، المفروض ناقص برضو السيركل ريديس على 2. طيب الويدث هو السيركل ريديس في 2 عشان يبقى ديامتر، والهايت بتاعنا هيبقى برضو السيركل ريديس في 2. طبعا احنا هنا ما دام بنتكلم على radius مش diameter يبقى ما نقسمش على 2، ما نقسمش على 2. ما قفلناش القوس، ندخل ده جوه شويه. next نتفرج كده. رسم لي بالاثنين radius بتوعه. طبعا واضح ان هما لو عملنا زوم كده شوية واضح طبعا ان هو داخل، لان طبعا احنا مدين radius ب10 يعني ديامتر ب20 ومصيف دي اصلا 20، فباين ان هو طلع بدقه جدا. يعني هو جاي مع الاثنين مع بعض. طبعا المفروض نقلل الراديوس شويه، نخليه مثلا 6، نحذف
الرسم اللي قدامنا. تعال نشغل كده. رسم لي رسمة ظريفة. طيب كلام كويس جدا. الرولر ده جميل. طب عايز ارسم هنج، ممكن برضو ارسم هنج، مفيش اي مشكلة خالص. طب هل امسح الكلام ده؟ لا، انا ممكن اعمل حاجة بسيطة جدا هنا، ان انا هاجي هنا هقول السبورت ديم سبورت تايب ديم سبورت تايب از انتجر، وهاجي هنا على حسب نوع السبورت. السبورت تايب ده رقم نخليه ياخد مرة واحد او اتنين او تلاتة، وحسب نوع السبورت لو واحد يبقى رولر، اتنين يبقى هنج، تلاتة يبقى فيكس. فهنيجي هنا ونروح عاملين سيلكت كيس، سيلكت كيس اوبجكت شيب. لو كيس 1، ودي ممكن نيجي نكتب جنبها كده علامة كومنت رولر، هندخل كل اللي احنا عملناه ده لجوه. يبقى دي اول كيس. هناخد كوبي وبيست من الكلام ده، بس بدل ما هي كيس 1 تبقى كيس 2، ونكتب هنج. لو جينا بصينا نشوف ايه الفارق بين الرولر والهنج، هنا اسهل، هنا في خطين والخط الثالث اللي تحت والخطوط الافقية. يبقى انا ممكن عايز الخط اللي جاي، الخطين اللي هما جايين من 100 و100 دول هنسيبهم، والخط التالت ده هنشيله، ونسيب الخط اللي تحت ده بس بدل الواي بتاعته ما هي 150 هنطلعه عند ال 130، هنطلعه عند ال 130. يبقى الخط ده كان عند الواي ب 150 هنطلعه عند الواي ب 130، والخطوط المايله دي بدل ما هي عند ال 150 هنخليها، وال 160 هنخليها عند ال 130 وال 140. ومش محتاجين للرولرز السيركلز، نحذفهم خالص. طيب الكيس الثالثه، كيس رقم ثلاثة اللي هي الفيكسد. ايه فارق الفيكسد؟ ده الفيكسد هو عباره عن الخط اللي تحت بس، فاحنا ممكن نلغي خالص الخطين دول، نلغي خالص الخطين دول ونسيب الخط الافقي والخطوط الرأسية اللي هي المايلة اللي بتتعمل. هنيجي هنا هنقول له اند سيلكت، اند سيلكت. تعالوا نشوف حضراتكم كده اللي هيتم دلوقتي ايه. ادي المسألة بتاعتنا، هنحذف. تعال نشغل كده دلوقتي. احنا قايل له هنا ان السبورت طيب واحد، رسم رولر. تعال نخلي السبورت طيب باتنين، رسم هنج، هنشاور ونمسح. تعال نقول له سبورت طيب بتلاتة، رسم فيكسد. يبقى كده كلام كويس جدا. طيب دلوقتي انا رسمت السبورت ده عند نقطة معينة. لا، انا مش عايز ارسمه عند نقطة معينة، عايز ارسمه عند اي نقطة تانية، عايز ارسمه عند اي نقطة تانية. ازاي؟ يعني مثلا انا كل ده شغال على النقطة 100 و100 وطلعت منها والكلام ده. طيب احنا ممكن نيجي هنا بسهولة جدا فوق، هنعمل ديم اكس نوت واي نوت از انتجر.
كويس. وبدل ما انا برسم من 100 و100 والكلام ده، ممكن ان انا ابدا ارسم بدلاله اكس نوت واي نوت. بستران ده هيغير لنا في كل الشغل بتاعنا. طيب، في حل بديل؟ في حل بديل، حتى احنا ساعات بنعمله كتير جدا. تعال نشوف حضراتكم كده، لو انا قلت له ان ده سبورت واحد، نوع واحد، ورسمت، هو راجل رسم لي، لو جيت احرك الاقي حرك لي خط واحد بس، فبضطر ان انا اشاور عليهم كلهم، او ان انا اشاور عليهم كلهم وكليك يمين جروب واعمل له جروب. ما دام بقت جروب على بعضها، يبقى يتيح لي الكلام ده ان انا ايه؟ اقدر ان انا احركها. ده مش بس احركها، ده انا ممكن الففها، ان زي ما نشوف مع بعض ممكن يكون الرولر راسي او له زاويه معينه. فعن طريق ان انا جمعت الشكل بتاعنا الجروبنج ده، اقدر ان انا احركه وادوره واعمل فيه حاجات كتير جدا. طب ازاي نعمل بقى جروب؟ ازاي نعمل جروب في بالكود؟ سهله جدا. تعالوا حضراتكم هنيجي فوق هنا ونقول له او حتى بعديها dim shape list 100. هنوصف مصفوفة اسمها shape list 100 item. طيب هنخزن جواها ايه؟ هو ده السؤال. هنخزن جواها اسماء الشيبس اللي عايزين نعملها جروب. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض. يعني انا دلوقتي عملت هنا خط، حاجة اقول له شيب ليست اوف واحد بتساوي الاوبجكت شيب دوت نيم. ما هو كل اوبجكت بتحط بيخلي له نيم. فانا دلوقتي خزنت في العنصر الاولاني من المصفوفه دي النيم بتاع الخط الاولاني، ونفس الكلام هعمله للخط الثاني، بس يبقى هنا واثنين نفس الكلام. طبعا كان ممكن نعمل حاجه بسيطه، ان انا اجي هنا اقول له جي بتساوي زيرو، او خلينا ماشيين كده، لا نخليها احسن، ونقول له جي بتساوي جي زائد واحد نقطتين، ونقول له هنا جي. طبعا النقطتين دي للفصل، يعني ممكن انا عندي لو عندي كذا جملة ممكن اكتبهم في سطر واحد، او اكتبهم في سطرين مش مشكلة اهو. طيب انا هنا عملت ايه؟ قلت له جي بتساوي صفر، جي بتساوي جي زائد واحد، يبقى جي بقت بواحد. قلت له شيب ليست اوف جي بتساوي اوبجكت نيم. الميزه ان انا مش هقعد اغير بقى اكتب 2 3 4 5 6، انا هروح واخد كوبي حاططها مره هنا، فهو لوحده هيزود الجي بواحد تبقى الجي باثنين، واحطها مره هنا يزود الجي تبقى الجي بثلاث، مره هنا تكون زي ما تكون، مره هنا جوه الـ جوه السب جوه حطيتها جوه الفور، بحيث الخطوط المايله كمان ياخدها معانا. ونفس القصه للدوائر. هو كده الراجل اخدهم وعملهم شيبلس. يبقى الشيبلس في النهايه هنلاقي جواه ايه؟ هنلاقي جواه لسته بالنيمز بتاعت الاوبجكتس. طيب كلام كويس جدا. عايز ابدا اقول له ان دول خليهم لي مع بعض جروب. ببساطة جدا هننزل تحت خالص هنا، وهنقول له الاوبجكت سلايد دوت شيبس دوت رينج، وهنكتب له المصفوفة اللي متخزن فيها النيمز بتاعت الاوبجكت اللي زعلتها، اللي هي كانت شيب ليست. وديها
كوسين عشان انا اقول له انا عايز كل العناصر. طب كلام كويس. بنقول له دوت جروب، يعني انا كده جمع، انا قلت له الرينج بتاع العناصر الموجوده في النصيه دي كلها اعمل لها جروب واديها نيم بيساوي سبورت او سبورت 1. هو كده لوحده خد عمل جروب باسم سبورت 1، باسم سبورت 1. نشوف الكلام ده، نشوف. تعال نخلي هنا فوق السبورت تايب 1، هنعمل ران نتأكد بس ان مفيش هناك مرسوم حاجة، او كان مرسوم نمسحها. تعال نعمل ران، تعال كده نقف عليها. هو لوحده عمل لها جروب عشان اديته امر جروب. طيب الكلام ده لو هو كيس 1، امال بقى لو كيس 2 اللي هو الهنج برضه بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها. ان انا هاجي هنا اخد كوبي وبيست واحط بعد كل اوبجكت ان يخلي جي بتساوي جي زائد 1 ويرسم لي ويحطه. طيب لو هو كيس 3 برضه نفس الكلام، نمسح الخط الفاضي ونيجي هنا بيست، وطبعا بندوس هنا عن طريق تاب يبدأ يدخل لي العناصر اللي جوه. يبقى هو كده ان شاء الله لو رسم اي سبورت هيعمل، سواء كان فيكسد هينجد رولر، هيعمل لها جروب. تعال نخلي كده طيب 2 وحذفت خلاص، نعمل ران، حط لي هنج. طب تيجي تحركها تلاقيها بتتحرك مع بعض ويمكنك من انك انت تلففها. طب هو ينفع ان انا الففها؟ ممكن بسهوله جدا ان انا اجي هنا خلاص، ما انا بقى في عندي اوبجكت اسمه سبورت 1، فممكن اجي اقول له ان في اوبجكت في الاوبجكت سلايد بتاعتنا دوت شيبس بين قوسين سبورت 1، يعني الشيب اللي اسمه سبورت 1 دوت روتيشن بتساوي 90 درجة. رسم لنا، ممكن اقول له 45 درجة حسب ما احنا عايزين. نحذف ده، نبدأ نرسم، عملنا 45 درجة. طيب كلام جميل جدا. يبقى انا كده عملت جزء من البرنامج يقدر ان هو يرسم لي سبورت بسهوله جدا. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم ان انا دايما مش عاوز ان انا ارسم في الاكس نوت والواي نوت، لا انا عايز احرك الشكل بتاعي عشان انا راسم هنا عند ال 100 وال 100، وهنا راسم عند كذا وراسم عند كذا، عايز اودي دايما عند الاكس نوت. احنا دلوقتي ممكن نعمل عمل اخر، ان احنا نيجي هنا نعمل ننقل الشيب بتاعنا ما احنا جمعناه، ننقله لغايه النقطه اللي هي اكس نوت واي نوت. يعني تخيلوا ان انا مثلا عايز ارسم سبورت عند اكس نوت ب 400 والواي نوت ب 400 كمان او 300، ازاي هنقله؟ طب قلت في طريقتين، ان انا اغير، ابدا اغير الاحداثيات دي، طبعا دي بتبقى مشكله كبيره ان هقعد اغير كل الاحداثيات بتاعتنا واخليها ريلاتيف. وانا ممكن بسهوله جدا ان انا بعد ما جمعت الشكل بتاعنا اقول له هنلغي خلاص حكايه او نعطلها، هنقول ان الاوبجكت دوت شيبس دوت سبورت 1 دوت ليفت بيساوي اكس نوت، وبرضو دوت توب بيساوي الواي نوت. طبعا كان دي هتعوز شويه تغييرات، تعال نشوفها مع بعض كده. ده فاضي، تعال نشغل. حط لي هنا
حط لي الليفت بتاعه والتوب بتاعه الاكس نوت ب 400، والواي نوت ب 400 ولا 40، 400 اكس نوت ب 400 واي نوت ب 400، وناله ان الشيب دوت ليفت بيساوي اكس نوت وواي نوت. تعال نمسح ده كده ونشغل مين تاني. طب انا مش عارف دلوقتي المشكله فين، ممكن نشوف المشكله فين، ازاي هنعرف المشكله؟ نشوف مع بعض. هنمسح ده كده وهنيجي في الكود وندوس هنا بحيث نخلي البرنامج لما يجي يشتغل يقف لي عند الايه، عند الاكس نوت. تعال نشغل كده نشوف دلوقتي الواي نوت بكام، ب 300 والاكس نوت فاضيه. طيب هنا حصلت مشكله ان الاكس نوت طلعت فاضيه، فعشان كده حطها في الشمال خالص. طيب ايه اللي خلى اكس نوت وواي نوت يتغيروا مع انهم هنا كانوا ب 300 و 400؟ دي خطوه بسيطه جدا، ان انا عندي هنا انا كاتب اكس او واي زيرو، واضح؟ يعني انا هنا عامل دايمنشن لحاجات مختلفه خالص. هنخلي دي اكس او واي او، وهنيجي هنا نحذف نخليها اكس او، يعني واضح انا هنا قايل له اكس او. فلما اجي هنا احط اكس او، وهنا برضو نفس القصه الواي احطها زي اللي موجوده في الدايمنشن. ده في اكس او واي او اكس زيرو واي زيرو، فاحنا نوحد بحيث دي اكس او يبقى كله عباره عن اكس او، سواء اللي هنا او اللي هنا، والواي او اوحد برضه، اخدها كوبي كنترول سي واحطها هنا مره وهنا مره. ودي طريقه ظريفه قوي ان انا اقدر اتتبع مكان المشكله، ان انا بروح واقف احط اقف اعمل بريك عند سطر فيه مشكله واشوف القيم بالكامل اللي هي عامله لي المشكله دي. تعالوا نشغل مع بعض. حطهولي هنا، نرجع نشغل تاني. طبعا الرن اللي فاتت كان فيها تغييرات. حطهولي في المكان اللي انا عايزه اللي هي 300 و400 حسب ما انا قايل. طيب زي ما قلت لحضراتكم، احنا الافضل دلوقتي هنعمل حاجه بسيطه جدا، ان احنا هناخد كل اللي احنا عملناه ده، كل اللي احنا عملناه ده، ونروح مدخلينه نعمل كنترول اكس نحذفه، كنترول اكس مش كنترول مش ديليت، وهنعمل سب روتين اسمه درو سبورت وبيست. وتعالى نشوف ايه اللي احنا عايزينه. السبورت طيب المفروض يدخل لنا بره، فنحطه في راس راس السبروتين ونحذفه من هنا، مش عايزين نوصفه. والاكس نوت والواي نوت المفروض هما كمان يدخلوا لي من بره، هيدخلوا لي بقيمهم، يبقى مش محتاجين الدايمنشن بتاعتهم ولا القيم بتاعتهم. ونلغي خالص السبورت طيب من هنا. كده احنا ان شاء الله عملنا سبروتين نقدر نرسم بيه سبورت. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض. هنيجي نقول له كول درو سبورت، محتاجين طبعا سبورت تايب بس، لا محتاجين كمان لحظه في حته مهمه، الاوبجكت سلايد اللي انا هرسم فيها برضه ادخلها. ما انا ساعات عاوز ارسم سبورت في السلايد الاولى الثانيه الثالثه زي ما انا عايز. فانا هنا هيسالني على الاوبجكت سلايد، اقول له هي نفسها الاوبجكت سلايد. طبعا مش لازم يكون نفس الاسم، يعني ممكن تكون دي 1 1 1. طيب السبورت طيب هنقول ان هو واحد عند النقطه 300 والواي ب 400.
نلاحظ الحتة دي. انا هنا قلت الاوبجكت سلايد دي هبدأ اشغلها هنا عشان دي السلايد اللي انا برسم فيها السبورت، وده نوع السبورت، ودي الاكس نوت والواي نوت بتاعت السبورت. تعال نرسم كده، شغل دي الاصلية مين. قال لي اوبجكت ريكوايرد اللي هو الاوبجكت سلايد، لا مش الاوبجكت سلايد، عايزين نشوف المشكله في ايه. طيب المشكله ان هو بيقول لي ان اوبجكت ريكوايرد، هو مش لاقي اوبجكت. المفروض ان الاوبجكت سلايد ده اللي هو جاي من هنا. نشوف الغلطه بقى، احنا كتبنا اوبجكت سلايد مرتين، اوبجكت سلايد. فنلاحظ في الحته دي، يعني ادي الاوبجكت سلايد اللي انا موصفه كسلايد، وقلت ان هي السلايد الاولى في البوزيشن الثانيه، المفروض ده اللي ندخله هنا للشغل بتاعنا. تعال نعمل رن كده، الراجل رسم. رسم لي اهون سبورت، رسم لي سبورت. طبعا ممكن بسهوله جدا ان احنا بقى نعمل حاجه كمان جميله، ان انا اجي هنا وادخل له كمان الانجل. انجل 1 اللي هي الزاويه، وانزل تحت اشغل السطر اللي انا كنت معطره اللي هو بتاع روتيشن انجل، ويفضل ان انا انزله تحت الاكس والواي بحيث يلفف بعد ما ينقل، بحيث ان انا عايز رولر عند 300 و400 بزاويه 45. نعمل رن كده، الاقيه حط لي زي ما انا عايز. طيب كلام ممتاز جدا. يبقى انا دلوقتي عملت سبروتين اسمها درو سبورت، كلام جميل. طيب عايزين نبدا نرسم مساله، عايزين نبدا نرسم مساله زي المسائل اللي كانت موجوده معانا هنا، ده او ده. طيب الداتا بتاعه المساله هجيبها منين؟ لازم ادخلها له من بره، فممكن ان احنا مؤقتا نكتبها في ملف تكست فايل ونبدا ندخلها ونشوف هنشتغل عليها ازاي. تعالوا حضراتكم نفتح مع بعض ملف نوتباد، ونفترض الملف ده اللي احنا هنكتب فيه الشغل بتاعنا. فهنيجي نكتب ايه؟ هنيجي نكتب نكتب اي نمبر. طبعا احنا هنا عندنا المساله دي فيها اثنين اليمنت بس، ممكن يكون 3 4 5 6. فممكن نيجي نقول نمبر اوف of elements بيساوي 2، والنمبر of supports بيساوي 2، ولكن عايزين نعمل المسألة دي. طيب هنقول ال elements الأول، العنصر الأولاني واصل من النقطة، نفترض ان ده الاورجن بتاعنا، والمسافة الافقية دي مثلا 4 متر والرأس 4 متر. فنيجي نقول مثلا العنصر الاولاني واصل من النقطة 0 و0 الى النقطة 4 و4. العنصر الاولاني واصل من 0 و0 الى 4 و4. طيب والعنصر الثاني واصل من النقطة 4 و4 الى النقطة 8 و4. يبقى انا هنا في الحته دي قلت elements، ممكن ادي سطر فاضي بينهم مش مشكله. يعني اول قلت انا عندي عنصرين وعندي اثنين سبورت، elements العنصر الاولاني واصل من النقطه الاحداثيه 0 و0 الى 4 و4، والنقطه والعنصر الثاني واصل من النقطه 4 و4 الى 8 و4. هنيجي نكتب هنا supports بسطر فاضي، هنقول السبورت الاولاني اللي هو ده نوعه رولر، وعند النقطة 0 و0 و الزاوية بتاعته 0. السبورت التاني هنش، يبقى نوع 2 زي ما كنا عاملين هناك، عند النقطة 4 و4 وزاويته 0. تعال نحفظ كده الملف ده، هنحفظه
في مكان محدد، وليكن حتى على الدي وركس، مش مشكلة، هنسميه structure data دوت تكست، وناخد النيم ده معانا عشان هنعوزه. ماشي، سيف. يبقى احنا عملنا الكلام ده في حاجه اسمها ستراكشر داتا. تعال نيجي بقى البرنامج بتاعنا، في البرنامج الرئيسي، مش نرسم بقى سبورت كده وخلاص، لا، احنا هنيجي هنا هنقول له اوبن، افتح لنا ملف اسمه ستراكشر داتا دوت تكست. بس الملف موجود فين؟ لو نفتكر عدي سلاش وورك سلاش structure to text for input as hash 1. يبقى انا اول حاجه انا عملت ملف فيه الداتا اللي هي اللي انا عايزها عشان ادخلها، بحيث ان لما عاوز اغير هعدل هنا واعمل run يقوم على طول يشغل لي وينفذ. طيب هاجي اقول له النمبر اوف دخله لي باسم هاش 1. حلو قوي. اول حاجه نقراه النمبر اوف elements، وده هيفيدني جدا. طيب هنيجي نقول له هنا dim element number element number we support number as integer. كويس. احنا اول حاجه هندخل نمبر اوف، يعني انا اخليه يدخل، ممكن طبعا انا اخليه يقرا لي في لما اقرا من ملف، ممكن ان انا اقرا خطوه خطوه، وممكن ان انا اقرا كله على بعضه. فده اللي انا هعمله، هقول له لاين انبوت هاش 1 اي اي، حيث ان اي اي ده هوصفه هنا، هقول له ديم اي اي از سترينج. يبقى انا هقرا سطر على بعضه، لاين انبوت ده غير انبوت، انبوت يقرا لي واحد واحد، لا، لاين انبوت ده يقرا لي سطر على بعضه. كويس، هقرا السطر ده. حلو قوي. طيب انا عايز السطر ده استخلص منه النمبر اوف اليمنت اللي هو الاليمنت نمبر، فهاجي انا اقول له اليمنت، حتى تعالى نشوف، ممكن نيجي هنا هنقول له، هنكتب السطر ده مرتين او ثلاث مرات عشان نتفرج. هنقف هنا، تعال كده نشغل كده البرنامج ده. البرنامج اشتغل، ارى السطر ده وقف هنا. الاي اي دلوقتي بكام؟ اهي نمبر اوف اليمنتس. تعال ننزل تحت كده ونكتب هنا تحت في الاميديت الاي اي بكام؟ بكذا. طيب انا عايز مش اخد الاي اي، انا عايز اخد الرقم اللي بعد علامته تساوي. طبعا بسهوله جدا ممكن نعمله بكذا طريقه. اول حاجه ممكن اعد الـ دول واقول مثلا عند خد لي من بعد العمود ال 12 مثلا، من بعد الكاركتر ال 12. بس للاسف دي فيها مشكله، لو واحد جه هنا عمل تساوي 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 كده، او بعد علامه تساوي، او عمل اي حاجه، فانا عايز اقول بعد علامه تساوي. طب تعالوا نشوف حضرتك، في داله اسمها ان سترينج، ان سترينج بقول له الاي اي وري لي علامه التساوي موجوده فين. طلع لي 16 علامه التساوي موجوده عند الايه، العمود ال 16. طب كلام كويس جدا. ممكن اجي اقول له، طبعا في داله تانية برضو مهم ان احنا نعرفها، ان انا هاجي اقول له، اقول له مثلا مت خد لي من الاي اي بداية من العمود ال 16 اتنين كاركتر، فجاب لي علامة التساوي. اقول لا، من ال 17. طب اخد اتنين كاركتر ولا تلاتة، ممكن يكون نمبر اوف اليمنتس 20 30 40. طيب في دالة تانية مهمة برضو اللي هي اللينس، اللينس بتاع اي اي ده يجيب لي طول المتغير الحرفي. قال لي اللينس بتاع الاي اي ب 18. يبقى انا ممكن هنا اجي اقول له هات لي الميد، بس مش من ال 17 بقى،
ما هي 16 دي عبارة عن 16 زائد 1 و16 اللي هي الان سترينج ايه وعلامة التساوي. يبقى كأني بقول له يا جماعة دي احطها هنا، كأني بقول له هات لي الحروف من الاي اي من بعد علامة التساوي بواحد، يبقى لازم زائد واحد. طب لغاية فين؟ لغاية اللينز بتاع الاي اي ناقص الان سترينج ايه. تعال كده نشوف، طلع لي اتنين بالظبط، واضح؟ يبقى انا ممكن اجي هنا كده اخد دي كده معايا، واجي هنا اروح قايل له ان الاليمنت نمبر بيساوي الميد اللي احنا عملناها، بحيث هيجي من بعد عم تساوي وياخد لغايه الاخر. طيب هنوقف ونشغل مره تانية، اظن هيدينا ايرور، ما اداش ايرور اهو، قال لي الاليمنت نمبر باتنين. طبعا واضح ان هي مكتوبه هنا علامتين تنصيص، لان الميد بترجع سترينج، لكن قال الاليمنت نمبر ده انتجر، يبقى كان المفروض هنا نيجي نقول له نوقف ونشغل تاني كده. الاليمنت نمبر هنا راجعه سترينج، فالمفروض انا جاي اديله هنا داله اسمها انتجر انت، وادي له قوس في الاخر، ونوقف ونشغل بحيث يرجع لي رقم. اهو رجعني رقم باتنين. طيب تعالى كده من قائمة ديباج نعمل ستيب انتو اللي هي اف 8، ننزل لي هنا. طب الاي اي دلوقتي طلع فيها ايه؟ النمبر اوف سبورت. طبعا ممكن هنوقف بقى وبنفس الطريقه هنقول ان السبورت نمبر بيساوي نفس الداله او نفس السطر، لان هو برضه بعد علامه التساوي هياخد لغايه الاخر ويحولها لي الى انتجر. طيب كلام كويس جدا. ممكن يعني بقى نلغي علامه التوقيف البريك. طيب بعد كده لو جينا بصينا في الملف، يبقى هو هيقرا هنا ويقرا لي ده ويقرا ده، هيجي هنا ويقف هنا، هيقرا سطر فاضي مفيش مشكله، ادي السطر الفاضي، ويجي يقرا السطر كمان في كلمه elements، وان كانت مكتوبه غلط مش مشكله، مش تفرق معايا، دي حاجه بس توضيحيه لينا احنا. يبقى المفروض نيجي هنا ونقرا كمان سطر اللي هو مكتوب في كلمه elements. المفروض نبدا بقى نلف. لو هنا كنت قايل عندي ثلاث عناصر، المفروض احط له هنا ثلاث سطور، يبقى المفروض اجي هنا اقول له 4i بتساوي 1 2 النمبر اوف اليمنت او الاليمنت نمبر نيكست، واجي هنا بقى وابدا اعمل ايه؟ اقرا ايه؟ رقم العنصر وصل من نقطه ايه لنقطه ايه؟ و الى نقطة A و نقطة A، لا يعني من X كذا، يبقى دي X0 ودي Y0 او X1 Y1 ودي X2 Y2. يبقى انا ممكن اجي هنا اروح قايل له input بقى، مش line input، input 1 الشيء اللي هو رقم العنصر و X1 و Y1 و X2 و Y2. كويس، يبقى انا كده هقرا عدة مرات حسب الـ number of elements، هيقرا لي الجي اللي هو رقم العنصر والـ x1 والـ y1 والـ x2 والـ y2. أنا دلوقتي عايز أبدأ، يبقى أنا دلوقتي قريت، طب أنا مش متأكد إن أنا قريت، تعالى نشوف كده مع بعض، تعالى نشغل. هو هنا قرا الـ number of elements بـ 2 والـ number of support بـ 2. يبقى هو الراجل ارادنا النمبر اوف المس والنمبر اوف سورتس مظبوط. طيب تعالوا كده، احنا المفروض هنا لو شفنا اكس 1 واكس 2 لسه هو ما قراهاش، لو دوسنا على اف 8 نزل اكس 1 بكام دلوقتي؟ ب 0 والواي 1 ب 0 والاكس 2 ب 4 والواي 2، يبقى هو قرا مظبوط الارقام والجي 1 والجي اللي هو رقم العنصر. طيب نوقف. طب انا بعد ما قريته عايز ابدا ارسم لاين اللي هو اوبجكت شيب مثلا. طب نيجي هنا نقول dim object shape، طبعا هنا مش متوصف object shape، لسه اوصفها، هنسميها object shape 1 as shape. طيب انا دلوقتي عايز ارسم line،
بس طبعا في عندي مشكلة، هرسم هلا هرسم لاين من 0 ل 0 ل 4 و 4، طبعا العملية هتبقى مش كويسة. فانا هروح جاي هنا اوصف حاجة اسمها اكس سكيل وحاجة اسمها واي سكيل از انتجر، واقول مثلا ان اكس سكيل بيساوي 40 والواي سكيل بيساوي 40 هو كمان. يبقى انا كده عملت سكيل، بحيث لما اجي ارسم هنا هقول له set object shape 1 بيساوي ال object slide 1 اللي هو السلايد بتاعتنا dot shapes dot add line. نفس الامر اللي فات بالظبط، من عند اكس نوت اللي هي اكس 1، بس تبقى اكس 1 واي 1 واكس 2 وواي 2. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لازم نضرب في السكيل فاكتور. والواي نفس الكلام، لازم نضربها الحداثي واي نضربه في السكيل فاكتور. كلام كويس. ونيجي هنا زي ما عملنا تحت لو تفتكر، هنحط الاوبجكت شيب ده دوت لاين دوت ويدث بيساوي 3 عشان يتقله. هنيجي نقول له اوبجكت شيب 1 دوت لاين دوت ويدث او دوت ويد بيساوي، مش خليه 3 خليه 6 عشان يبقى تخين شويه. تعال نشغل كده ونشوف ايه اللي هيحصل. احنا عندنا السلايد فاضيه نشغل الراجل، رسم لي خطين من 0 و0 الى ما بقتش بقى 4 و4، ضربهم في 40 بقت 160 و160 ورسم الخطين. طب واضح طبعا ان هو عنده هنا واخد الاكس كده والواي كده، احنا بنعوز دايما نرسم الاكس كده والواي لفوق. فطبعا ممكن ان احنا نخلي من الواي بتاعتنا هي الواي دي ناقص ارتفاع السلايد. فممكن نيجي هنا برضو نوصف متغيرين سلايد هايت وسلايد ويدث از انتجر. السلايد هايت ده الهايت بتاع السلايد، ده ممكن نجيبه عن طريق هنقول presentation to dot page setup dot slide height. نخلي دي واحد عشان ما ايه ما يضايقش، انه ممكن لو وصفت باسم متغير موجود عنده اصلا يبدا يديني ايرور. نفس الكلام السلايد ويدث هتفيدني برضو، عشان احنا بنتكلم عايزين الاكس سكيل فاكتور والواي سكيل فاكتور، دول مش يتكتبوا، ده هو يحسبهم لوحده من المساله بتاعتي ومن السلايد اللي عندي ومن الابعاد بتاعت السلايد بتاعتي. فالكلام ده هيساوي برضو البرزنتيشن تو دوت سلايد ويدث. كلام كويس جدا. طيب يبقى انا هنا الواي بتاعتي هخليها بقى بدل ما هي الواي في السكيل فاكتور هخليها السكيل هايت ناقص الواي في السكيل فاكتور، وهنا برضو سكيل بحيث يقلب لي المساله بتاعتي. تعال نمسح الموجود ونشغل من تاني ديباج. طب انت شغلنا جه رسم من تحت. طبعا لازم اكون مديله البدايه والنهايه اللي هي ممكن نسميها هنا ميرجن. نقول له ديم اكس ستارت وواي ستارت از انتجر هنقول له
قيمة للإكس ستارت مثلا ب 100، والواي ستارت هنقول إن هي كمان ب 100، نحفظ. تعال نبدأ نشغل كده، هنروح نحذف الموجود. طبعا هنا حطيتهم قيم بس مش ما حطيتهمش في الحسابات، المفروض احطهم جوه الحسابات. ان الاكس بتاعتي ازود عليها اكس ستارت والواي اللي بطرح منها اطرح منها كمان الواي ستارت. يبقى انا هنا بعد ما طرحت دول هطرح كمان الواي ستارت، وهنا كمان هطرح ناقص الواي ستارت. تعال نشغل كده، نحذف الاول الموجود لو في حاجه موجوده، مفيش حاجه موجوده نشغل. طبعا كلمه فاير اوريدي اوبن لان انا شغلت البرنامج مره، المفروض في انا هنا فتحت فوق اوبن، المفروض اجي هنا اقول له كلوز كلوز هاش 1 بحيث ان هو لما يفتح البرنامج يقفله، فما يدينيش الرساله دي. شايفين حضراتكم الراجل رسم ادي الخط الاولاني وادي الخط الثاني. انا كده قريت العناصر ورسمتهم، نفس القصه عايز اعملها في السبورتس. اول حاجه هقرا سطر فاضي، طبعا ممكن نيجي هنا نكتب شويه جمل توضيحيه، بلانك لاين، وهنا كده هيد لاين، وعند الفور قبلها نكتب element coordinates. ممكن اجي من هنا، انا بعد ما خلصت ده لو نفتكر بعد ما خلصت الاليمنتس دخلت على السبورتس، فانا ممكن اجي هنا اخد الجمله دي كده كلها على بعضها وانزلها تاني بحيث ان هقرا سطر فاضي واقرا هيدلاين، بس هنا هنقرا بقى ايه السبورت كوردينيتس. كويس، هنيجي نقرا، يبقى هنقرا اول سطر فاضي اللي هو ده اللي بعد الاليمنتس، وهقرا الهيد ده وابدا اقرا هنا. هنا هقرا ايه؟ هقرا برضو الجي نوع السبورت سبورت 1 تايب 1، وهقرا الاحداثيات بتاعته هنسميه اكس 1 واي 1، وهقرا الانجل 1. واجي هنا بقى لما احط هقول له كول اندهلي، اندهلي مين؟ اهو حتى موجوده هنا، ممكن ناخدها ناخدها من هنا كده في الاوبجكت سلايد 1، هنحط سبورت رقم 1، سبورت رقم 1. كويس، سبورت رقم 1 انا هنا بدخل ايه؟ بدخل التايب اللي هو قريناه اللي هو السبورت تايب 1، هندخله هنا. كويس، هنا هندخل اكس 1 وهنا هندخل واي 1. طبعا الكلام مش مظبوط لان اكس 1 دي جرى عليها بعض العمليات لو نفتكر، اكس ستارت زائد اكس 1 في سكيل، فهناخدها كوبي من هنا ونحطها هنا. نفس القصه الواي برضو حصل عليها بعض السكيلينج، بعض المقاييس، بعض المقاييس ان انا طرحت السلايد هايت ناقص السلايد ستارت، برضه ناخدها كوبي وبيست ونحطها هنا. طبعا انا مش عايز السطر اللي بعديها ده اللي هو بتاع الشيب. طيب كلام كويس جدا، هيجي هنا هيقول لي element number الانجل، الانجل اهو هنحطه هنا كده الانجل. يبقى احنا عملنا ايه؟ قرينا البيانات بتاعت السبورت وقلنا له ارسم لنا السبورت عن طريق السبروتين اللي احنا عملناه قبل كده وبالبيانات بتاعته. طيب تعالوا مع بعض نشوف عشان نشغل الكلام ده ايه اللي هيحصل عندنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحفظ الاول
نتأكد ان المسألة بتاعتنا فاضية، لا مش فاضية، نمسح الموجود ونرسم. الراجل رسم، بس طبعا واضح ان هو رسم السبورتس في غير اماكنها، رسم السبورتس في غير اماكنها. السبورت ده كان المفروض يكون هنا، والسبورت ده كان يكون المفروض موجود هنا. هنشوف الكلام ده ليه. يبقى لازم ما دام في حاجه مشكله حصلت لازم نبدا نتتبع المشكله جايه منين. هنيجي هنا كنترول A وديليت، نحذف ونبدا نشوف المشكله جت منين. ران لغايه ان الراجل رسم مظبوط. طب كلام حلو قوي. تعالوا ننزل مع بعض نشوف هنا بقى. ندوس اف 8 هلاقيه دخل هنا، دخل اوبجكت السبورت تايب واحد، والاكس نود ب 100 والواي نود ب 440 صح 100 هي، ودي تجي لها 440 كلام مظبوط، والانجل بتاعتنا بزيرو. جه الراجل ندوس اف 8 ونشوف بيعمل ايه. دخل على السبورت تايب، لقى الكيس ب 1، دخل هنا بدا يرسم 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 عادي خالص وشغال كويس جدا، ورسم السبورت ورسم هنا بقى. هنا راح اهو رسم السبورت جميل جدا. هنا جيت قلت له وديه، خده وديه وخلي الليفت بتاعته باكس نوت، والواي نوت بتاعته بواي نوت. اكس نوت اصلا بكام؟ ب 100، والواي نوت ب 440. فانا قلت له خلي الليفت بتاعه باكس نوت الليفت. نفتكر ان الراجل ده طبعا هو لسه ما عملوش جروب، نعمل اف 8 كمان مره بحيث بقى له جروب. هنا هيخلي الليفت بتاعه، هيخلي الليفت بتاعه، لا مش عايز كده، ده انا عايز النقطه دي هي اللي تيجي هنا. يبقى المفروض ان احنا نخلي الليفت بتاعه مش اكس نوت بقى، ده الليفت بتاعه يساوي اكس نوت ناقص الاوبجكت اللي اتجمع ده دوت ويدث على 2 دوت، بحيث ان انا هطرح منه العرض زائد 2. طيب كلام جميل. تعال ندوس اف 8 ونشوف اللي هيحصل. كمان اف 8 نقله في المكان المظبوط بتاعنا. طيب كلام ممتاز. يبقى عرفنا اف 8 بتبدا توريني ايه اللي بيحصل. جميل. هنيجي هنا ندخل على السبورت اللي بعده. على السبورت اللي بعده. هيدخل يلاقي الكيس ب 2 لان ده كان هنج. هيبدا يرسم. هيرسم ويخلص، مفيش مشكله خالص. طبعا هنا في بقى مشكلة كبيرة جدا هناخد بالنا منها دلوقتي، ان هو يبدأ يعمل جروب. هو راجل رسم بس لسه متفرغ، هيبدأ يعمل له جروب، بس هيعمل له جروب ويديله نفس الاسم بتاعت الجروب اللي فاتت، ودي مشكلة كبيرة. ان انا ما ينفعش يكون عندي على السلايد اتنين اوبجكت ليهم نفس النيم. طيب تعال نشغل كده ونشوف. هو عمل لهم جروب ماشي، بس في الغالب هتلاقي عمل لهم جروب بنيم تاني، عمل لهم جروب بنيم تاني. طيب تعال بقى نشوف لما نيجي نعمل تغيير للويث والهايت والكلام ده الراجل هيعمل ايه. شفنا عمل ايه، خد الاولاني اللي هو له الاسم ده. طب نحل المشكله دي ازاي؟ سهله جدا. ان انا لما جيت ادخل هقول له دخل لي كمان السبورت نمبر، رقم السبورت او السبورت اي دي. وبدل دايما ما انا بعمل اسم الجروب باسم سبورت 1 هلغي كلمه 1 دي واقول له زائد السبورت اي دي. طبعا في مشكله ان السبورت اي دي هيكون رقم، يبقى لازم احوله لسترنج، وما دام حولته لسترنج يفضل ان انا الغي المسافه اللي على شماله ويمينه عن طريق ال trim و r trim، تلغي المسافه اللي على يمينه وشماله
عشان ما يبقاش في فراغ، ويبقى انا دلوقتي بقى عندي كل سبورت يدخل بالرقم بتاعه، ولما اجي اغير هنا مش بس من سبورت 1، حتى ممكن نخليها فوق نيم لو عايزين. هنخلي الجروب ديم جروب نيم از سترينج، وهنقول ان الجروب نيم بتساوي ده اسم جروب نيم، ونحط بقى جروب نيم دي مكان السبورت 1، في كل مكان نلاقي فيه سبورت 1 نقوم نحط فيه جروب نيم، بحيث احنا كده بقى كل سبورت هيبقى له نيم مختلف عن زميله. هنحفظ الكلام ده، نطلع نشغل البرنامج الرئيسي، نحذف الموجود، نيجي نشغل كده. قال لي في مشكله، انت قايل لي سبورت اي دي، طبعا كويس. هنا طبعا الاجي ورقم السبورت، فهدخله هنا هو ده سبورت اي دي، ونلغي التوقيف. نشغل كده بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل رسم المساله مظبوط. طب هل انا لو عدلت بره هنا خليت دي 90 درجه وحفظت سيف ورجعت هنا للرسمه بتاعته وحذفت الموجود وجيت شغلته، هل هيعمل الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض. ما عملوش. طب نحذف ونشغل من جديد. برضه مش عمله. يبقى لازم بقى نرجع نمشي برضه ستيب باي ستيب ونشوف الدنيا فيها ايه. هنحذف الموجود ونيجي نشغل اف 5 او رام. هنلاقي الانجل 1 بكام؟ ب 90. هنبدا نشغل كام؟ اف 8. الانجل 1 دخلت 90، كويس جدا. ننزل 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 لغايه الانجل 1. شوف بقى المشكله، الغلطه اللي احنا غلطناها سميناها سبورت 1، نسينا غيرنا كله ونسينا نغير الايه؟ النقطة دي. فلذلك طبعا البرمجة دي الميزة بتاعتها، انك انت تظهر لك مشكلة، يعني انت بتعمل برنامج تيجي تشغله تظهر لك مشكلة تحلها، تعمل رن تانية بتغييرات أخرى تلاقي تطلع مشكلة، تبدأ تحل في المشاكل لغاية ما في الآخر توصل إلى برنامج ستيبل بنسبة إن شاء الله 100%. تعال نشغل كده. الراجل لففه، بس طبعا لففه وجابه في مكان مش مظبوط، لان يمكن نتناقش ده ان شاء الله في المره الجايه، ان ازاي ان احنا لما جينا لففناه المفروض ان هو بيلففه حوالين الاوريجن بتاعه، حوالين الاوريجن بتاعه، ودي ان شاء الله اللي احنا نبتدي فيها المره الجايه باذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.